السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب دايما تبقوا كويسين وتبقوا بصحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا طلعنا من اللهم صل على النبي من اللبن السمنة الايه، بصي السمنة اهي ما شاء الله، بصي بصي الله أكبر، ادي حتة وادي كمان، يعني هي مش كتير برضو ايه، مش زي اللبن اللي بيبقى بره، بصي ما شاء الله بس حلوة يعني. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ بص بقى الصلاة على النبي كده، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة انا عندي علبة سمنة زي دي ايا كان اي نوع، بصي فضيها عليها، بصي بس دي مش هتعمل لي حاجة، انا بفضي علبة السمنة دي عليها ماشي. وعندي ربع كيلو لبن او نص زي ما انت عايزة، بصي صلى على النبي مفيش اي حاجه، بص الله اكبر. وبحط بالظبط اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام كوبايه زيت، كوبايه واحده بس ما تكتريش، بصي اللهم صل على رسول الله دول بالظبط معلقتين خل كبار، تعمليش اي حاجه ثانيه. كل اللي انت بقى بتعمليه بتقومي ايه ضربه دول في بعضيهم كده، بس حتى في حته سمنه لسه ما اتعملتش اهي، بتضربيها بصي تضربي زوج في قلبه بقى. قبل كده عملناها بالخلاط بس على ايه، تضربيها كده بتديكي بقى ريحة السمنة البلدي، وكمان فيها حتة سمنة بلدي من الأول، بصي كلها بتبقى حتة واحدة اهي، تضربيها كده برضه حلوة أوي كده اهي. انا عايزه اوريها لك، بصي الله اكبر ما شاء الله زي الفل اهي، زي الفل تضربيها ضرب حلو كده، بصي والله بقت كلها، بصي بقت كلها سمنه بلدي، بصي كلها حتت واحده، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس انا عايزه اوريها لك بس مش عارفه اهي، بصي اهي منتهى الجمال اهي، بس بقت كلها سمنه بلدي اهي، لسه كمان لما تفتحها على النار، بصي كلها بقت لون واحد، الله اكبر. حتة القشطة اللي احنا حطيناها هنا اللي احنا طلعناها، ولا بقى تضربي بايديكي وتقعدي تقطي وتلفي وتعملي والواحد ايديه توجعك، لا اهي انا كده كده عايزة علبة السمنة كمان، حطيهم بقى ايه على نار عادية جدا لحد ما ايه يتظبطوا، او ما تلاقي المرطة طلعت وكل حاجة طلعت، اللهم صل على النبي. كمان هي بتتقل، بصي تقلت والله جميل، كانك بتضربيها بالخلاط، كانك ضربتيهم بالخلاط ما شاء الله زي الفل، بصي اهي اهي بصي زي الفل، كلها بقت حته واحده. وتروحي بقى تحطيها على النار، على نار هاديه، طلعي منها المرطه بالصلاه على النبي، هعملها واحطها على النار على نار هاديه واطلع منها المرطه وهوريها لكم بقت قد ايه وبقى وصلنا لحد فين ان شاء الله. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.